شاف لك عندنا امكانيات باش نعممها على كل المدارس، لان لازمك اساتذه ولازمك معلمين ولازمك، ولكن الرغبه هذه هي ابتداء من السنه المقبله ان شاء الله، الدخول المقبل التعليم الانجليزي يكون على مستوى الابتدائي. انا عزيزي مسيو سمير، الزول فلاوي، في النقطه هذه عندي برك اسئله، مانيش منتقد. سيت بون قال لكم راح نقوم بالتعميم اللغه الانجليزيه، قال لك السنه المقبله ابتداء، يعني ابتداء من السنه المقبله تبدا في المدارس الابتدائيه. بصح رئيسنا مهم على باله بلا بالعفايس كيما هادو، كي دير تعميم اللغه على المستوى الدراسي وعلى مستوى المؤسسات. دونك فوتر باسبور، يعني فو دوكيومون، الملفات تاعكم الاوراق تاعكم، يعني تنحوها، تنحو لها الفرنسية وديروها الإنجليزية ولا لا؟ هاي السؤال، سؤال يعني بطاقة التعريف الوطنية بيرمي دو كوندوير والباسبور وشهادة الوفاة الزواج الجنسية كاع الأوراق، يعني لاميري، يعني كل شيء يولي بالانجليزيه، ولا برك الدراري صغار راح يقراو الانجليزيه. البورتو كاينه الانجليزيه، كاينه الانجليزيه، ما عرفتش في الجزائر اسكو كاينه ولا لا، بصح عندنا كاينه برك ناس ما يقراوش. هذا السؤال برك اسكو تمحوه الفرنسيه يعني من الجذور وتحطوا الانجليزيه بلاصتها، ولا برك زعما بغينا تسمعنا فرنسا زعما ما ناش معاهم؟ هذا ما عندي.